مرحبا بكل الذين التحقوا بنا الآن، أنتم على قناة فرانس 24. أصوات الشبكة، تاتيانا الخوري تحدثنا اليوم عن استخدام خاص للغازات المسيلة للدموع في البحرين، وتحديدا عن إحدى الحالات التي يعتقد تاتيانا أنها أدت إلى وفاة سيدة بحرينية. بالفعل عادل، ففي الآونة الأخيرة أطلقت الغازات المسيلة للدموع باتجاه أسطح المباني وباحاتها، حتى أن بعضها وصل إلى داخل البيوت. ويعتقد أن هذه الغازات التي من المفترض والمعد أصلا للاستخدام الخارجي فقط مسؤولة عن وفاة 6 بحرينيين استنشقوا هذه الغازات في أماكن مغلقة، وهو ما تنفيه السلطات البحرينية. زينب حسن آل جمعة إحدى هؤلاء الضحايا الست. في 15 من يوليو كانت على سريرها عندما امتلأت غرفتها بالغاز المسيل للدموع. بقيت القصة مع شقيق زينب يحيى حسن آل جمعة، الذي يروي لنا ما حدث لشقيقته المقعدة ابنة 46 عاما. فلنستمع إلى شهادته من قرية المهزة في جزيرة سترة البحرينية. شهيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، معاقة، أرملة، ولديها ابنتان، تسكن في منزل والدها بعد وفاة زوجها في غرفة بسيطة قديمة. في تاريخ 15/7 تعرضت لمنطقة ستنا لهجمات كبيرة من قوات الأمن. كانت مسيرة بالقرب من المنزل، في حدود الساعة 5:50 مساء تعرض منزل الشهيدة لطلقات مباشرة من مسيلات الدموع. سقط بعضها في سطح المنزل وخارج المنزل وفي باحة المنزل، وبعض المسيلات ضربت المكيف الخاص بالغرفة الشهيدة. وبما أن المنزل قديم ومتصدر، فيسهل نفاذ الغاز إليه والمكيف نفسه يدخل منه الغازات. فأنا شخصيا قمت بغلق المكيف أول ما صار الحادث، وكانت الغرفة مملوءة بالغاز المسيل الدموع. وبسبب كثافة المسيلات الموجودة في المنزل لم أستطع أحرك الشهيدة من على السرير، فقمت بالاتصال بالإسعاف بشكل عاجل، ولكن نفذ أمر الله. وفي أدلة أن قرار اختناق، يعني أن كان البيت كله يعني بالغاز مملوء. كاتبين لي في التقرير سبب الوفاة توقف القلب والرئتين، لم يذكر استنشاق غازات ولا يذكر شيء ثاني. سألتهم أنا وش السبب اللي دعا اللي توقف القلب والرئة، الدكتور خاص بالمشرحة ما رد علي جواب. تاتيانا، ما كان موقف السلطات البحرينية من وفاة زينب الجمعة؟ عادل، بالنسبة إلى السلطات البحرينية وهذا ما صرحت به، فإن زينب حسن الجمعة توفيت بشكل طبيعي نافية بذلك خبر اختناقها بسبب استنشاقها للغاز المسيل للدموع. لكن استهداف منزل زينب ليس بالحالة الفردية كما يخبرنا شقيقها يحيى حسن الجمعة في اللقطة التالية. الأيام اللي طافت في تعمد مباشر إلى العقاب الجماعي للأهالي، بحيث أن تتعمد قوات الأمن طلق مسيلات الدموع على المنازل مباشرة. المحتجين برا، ما في أحد داخل البيوت، المحتجين برا بالشارع العام. أما أنت تطلق المسيلات داخل البيوت لكي عقاب جماعي، أنا اللي حاصل عقاب جماعي، يهددون الناس في بيوتهم. في حادث وقع قبل يومين أو ثلاثة في منطقة المعامير، تصور بالفيديو امرأة ويا طفلها في داخل السيارة، فيقوم رجال الأمن مباشرة بالطلق عليها المسيل الدموع. فالحمد لله رب العالمين، استطاعت المرأة بأن تنقذ الطفل وتذهب. وهاي المسيلات الدموع مكتوب على العلبة للاستخدام الخارجي، تفاجأ في البحرين تطلق على البيوت وعلى داخل المنازل، وهي نفسها مكتوب عليها تستخدم المفروض الساحات الكبيرة. وفي الختام أود دعوة المشاهدين والمستمعين الكرام إلى مراسلتنا على عنواننا المعتاد aswat@france24.com، أو زيارة صفحة البرنامج على موقع فيسبوك وتويتر للمشاركة وطرح الأفكار والمواضيع.